شنو خصنا دابا نصاف مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الافاضل، مشاهدي القناه شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر، كذلك في هذا البحث عن متغيب، بحث عن متغيب اختفى في هذا شهر ماي، في 15 من مايو المنصرم من دوار المجارمه، دوار المجارمه خميس بن جكدال اقليم الفقيه بن صالح التابع ترابيا وهي جماعه الخميس بن جكدال والمجلس الترابي لجماعه الخميس بن جكدال وكذلك المجلس الترابي وكذلك اقليم الفقيه بن صالح. نتواجد رفقه جوج ديال الناس، جوج الناس اللي بغى يديروا النداء، واحد ولد عمو وواحد ولد جيران ديالهم. هاد الناس هادو جاوا مساكن على واحد الدراجه ناريه من الخميس بن جكدال حتى لهنايا حدا لواحد المركز التجاري هنا في فقيه بن صالح من اجل لقاء القناه ولقاء كذلك طاقم القناه من اجل بث هذا البحث عن هذا المتغيب، هذا المتغيب اللي تغيب في ظروف غامضه، رجل في يعني في الثلاثينات من عمره، عنده شي 37 سنه، مزداد 1983 واختفى من بعد ما داو الوالدين ديالو لبني ملال انهم بغاو يشافيوه وبغاو يدوه عند واحد الطبيب، نعم عند هذاك الطبيب ما عرفتش كيفاش الظروف اللي يعني لهذاك الشخص، وهو عنده امراض نفسيه وامراض كذلك واضطرابات عقليه ونفسانيه، وهو يمشي اختفى على الانظار، خرج الاب مع الام كيقلبوا على الابن ما لقاوش، ولحد الان هو متغيب والبحث جاري، وهاد الناس هادو داروا هاد الخير هذا، ونحاولوا ما امكن اننا نقربوا عندهم نسمعوهم، نسمعوا كذلك النداء ديالهم وكذلك البحث عن هذا المتغيب هذا، بغى يديروا النداء لجميع المواطنين والمواطنات من اجل انهم يوصلوا هذا البلاغ هذا. السلام عليكم، انت الابن العم ديال السيد المختفي، تكلم لينا اخي، اعطينا السميه والكنيه واعطينا شنو اللي وقع في هذه المشكله. الاسم الشخصي فلاحي عبد المدي، تنقلب لواحد السيد ولد عمي اللي اختفى في شهر 5 في 22 ياك اخي عبد الله. هذا السيد هذا مريض نفساني، مشى لبني ملال باش يتعالج، خرج برا يتقدى واحد الكار ومشى هو الوالد ديالو، واحد الكار يسحق ليه ويمشي اختفى، دابا راه جايه صلاه تنقلبوا للوالد. شكون اللي كان معاه في ذاك النهار؟ العائلة ديالو كان عاول الوالد. ديكلاريو عند الامن تما في بني ملال؟ ديكلاريو عند الامن لاذاعه المسائل والو، باقي ما شفنا ليس اثار. نعم، مزوج عنده شي وليدات؟ لا باقي ما مزوجش. نعم، كيشرب شي دواء؟ بحال حبسوا لي شويه الدواء ومشاو يدوزوا لي وزهقنا عند والدي. قريب لك في السكنه؟ قريب لينا جيراننا. هو ولد عمك؟ ولد عمك. عموميه دايره. نعم. علاش ما جاش الاب ديالو والام ديالو يديروا البلاغ؟ الاب والام ديالو في اقليم بني ملال تيقلبوا لي ثاني. مشاو كيبحثوا؟ يوميا تيبحثوا تما. كلفوك باش دير البلاغ؟ كلفوني انا وهذا السيد هذا عبد الله بوحنيف باش ندير البلاغ. واخا شكرا، نسمع السي عبد الله. السي عبد الله سميو الكنيه وقول لنا اش كيجيك هذا السيد وامتى اختفى وعطينا يعني. انا بوحنيك عبد الله من دوار المجال، يسكن عندنا في دوار النيس، هو مختفي نجاح الشرقاوي. اختفى نهار 22 شهر 5، كان داو والدي على حساب باش ينيت كما قال الاخ عبد النبي باش يدوزوا لي تما، هو البلي بلي بالكارو مع مسكين المريض ولكن تيكمل. ايوا نزل بغا شي عطاو باش يمشي يتقدم. الكارو ولا كاين شي حاجه اخرى من غير الكارو؟ لا غير الكارو. الكارو. لا بكارو.
تفضل. عطاو باش يمشي يتقدى لكارو هبط من عند الطبيب ما بقاش اختفى من تما هما تيقلبوا الان راه يوميا دابا راه يوميا لا في رمضان ولا ضرب نهار 22 هما تيقلبوا يوميا عائلته راه هو السيد راه ولد الشيخ ديال القبيله ما ولد الشيخ ولد الشيخ ديال القبيله اش من قبيله؟ قبيله ديال دوار المجارمه جماعه بن شكدال دوار المجارمه جماعه بن شكدال عندك شي صوره ديالو تما؟ كاينه الصوره جبدها لي الله يعطيك الخير دير لها وقاد لي مع الكاميرا ديال القناه شوف تي في باش الناس يعرفوا شكون السيد اللي مبحوث عنه حاول ما يمكن دير شويه الضوء في هذيك التصويره باش يطلع شوفها اخي اللي عندك مختفى اختفاء يعني في ظروف غامضه مشى هذا السيد هذا في عمره تقريبا واحد 37 سنه مزداد 1983 التي مقرب عنده هذا هو الشخص المختفي وهذا راه كيكون مسكين يضحك اختفى مني من النيت حاول تهزها هكا دوز عليها هادشي كتبانش عندك الضو ناقص في الهاتف بلاتي دابا مزيان نعم ماذا بينا كنتو تاخذوا صورات تخرجوها في عند المصور وتجيبوها ماشي مشكل تفضل قول لنا شنو باش كطالبوا دابا كنطالبوا كنشكروا القناه ديالكم ديال الاولى بعدا وهذا قناه تشوف تي في وكن ان شاء الله بغينا الاخوان يتعاونوا معنا واللي شافوا يتعاون معنا وما راه قالوا لنا غير اننا واحد بالملاغ نفتي بن صالح وراه والدي تيقلبوا غير هنا كنتمنى ان شاء الله اللي شافوا يتصل بالنمره ديال التليفون الله يرحم والدي كنشكروا قناه تي في شو تي في ان شاء الله الله يتمنى. نعم تفضل اخويا محمد صافي نطلبوا من الناس اللي شافوا عندك شي صوره تما ديال ما عندكش الصوره حاولوا معاك نجيبوا لنا صوره اللي تكون واضحه باش تقدروا نوصلوها للمواطنين المواطنين يساعدوكم في باش تلقاو سميتو مرحبا كنتوا معنا مباشرة وبحث عن متغيب بحث كذلك على شخص متغيب من المجرمة من خميس بن شكدال هاد الناس هادو جاو على واحد الدراجة نارية جاو باش يوصلوا الصوت ديال العائلة ديال هاد السيد هذا نظرا لأنهم انتقلوا لبني ملال نتمنوا من الله عز وجل أن اللي عرف هاد الناس هادو وعرف هاد العائلة وعرف كذلك الشخص اللي نقلنا لكم عبر كاميرا القناة أنه يتصل بهاد الإخوان هادو ويدير هاد اليد يقدموا يد مساعدة للشخص في حالة غياب وشخص متغيب والأمن كذلك راه كيدير الخدمة ديالو نتمنى من الله أنكم توصلوا لهذاك السيد في قريب من الأيام نتمنى من الله عز وجل أن هذاك السيد تا ورجع للكنف ورجع للحضن ديال العائلة ديالو كنتم معنا مباشرة من القناة شوف تي في نستودعكم الله.